أزول تحية طيبة. بداية تلك موقع نظر سيتي تغطية إعلامية المدوية، المدوية نقيت نهارها دي نظرة تعلق مش غامق السيزف التقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي دي المنظومة التعليم التعلم. المدوية تنظمت الجامعة محمد الأول أك مؤسسة النور للتمييز الدراسي وشركاء الكلية النظرة، الكلية المتعلقة بالنظرة، إضافة إلى المديرية التعليم دي النظرة. ندوير خضرات الموضوع غسل الحساسية الطمقرات، غسل أهمية الطمقرات، لأنه يتعلق التعليم، يتعلق مش غانق أن نستفد تطبيقات الذكاء مش نسنخو تطبيقات الذكاء الصناعي، نبدا نستخدم الذكاء الصناعي الطاس ديال البحوث نسان، ديال الأنشطة نسان، ديال الخدايم نسان، ديال كلشي المجالات. وبالتالي نمشي نخصنا نستور مش غانق أن نستخدم أنايا سجن الطريقة وتزود المضار وتزود الخطورة، لأن نستن الذكاء الصناعي غاس إيجابية الطاس ولكن خاص جهه المغناطيس خاص المظهر تم قرن الطاس التعليم نقطع اللوم خيم حضان مره ندويا نصفاز نتحط هذا يسج مجموعه الاساتذه الخبراء احمد مركزي فاري تعتبر مدير مركزي للتعليم سابقا وكذلك متخصص الذكاء الاصطناعي هشام كزوتي جان منسق الماستر التواصل والاعلام والتكنولوجيا دي وجده مصطفى الشاوي جان متخصص كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي للتعليم وكذلك أميرة حمدوني جان متخصصة بهندسة اللغات سيورن دوغورسن مش غانق أن نستفيد الذكاء الصناعي وكذلك سيورن بأنه دينا تصل المخاطر دينا تصل المحاذير هو أنه توري محضان توري الطلبة تستخدم الذكاء الصناعي تقل البحوث تقل رسائل تقل مجموعة دراسات ولكن استخدام الذكاء الصناعي هذا يسبو الابداع وهذا يسبو المجهود نسل وبالتالي من يتاثر التسخ الابحاث العلميه وبالتالي نقارس مش غانق نستفد مش غانق تقنيات تجن طريقه تسبح وندوى يحضر تتصل المهتمين اساتذه الجامعه اساتذه التعليم مدراء المؤسسه التعليميه منتخبين كذلك حضرنا كينو باش نمشي نجيش الفضاء يجي المجال النقد ديس ان نتبادل الاراء ان يجي المجموعه المقترح مش غانق مقترحات مش غانق التقنيه الذكاء الصناعي ان تستفيد زي ستيم حضر النق ان تستفيد زي الطلبه النق حتى الاساتذه النق تجي بطريقه امنه وهذه سيتيري تعدي حقوق الاخرين لان دي سي جانب تعدي الملكيه وكذلك دي سي الابداع دي سيتيري شويه البحث والابتكار نشكا مجددا الموقع دور سيتي تعطي النسخ الاعلاميه المدويه ونستيتم ان شاء الله مستقبلا نجيج مدوى المغناطيس بعد نجيج مجموعه الورشات باش نستافد اكثر ديال المجالات باش خاص نستيود مجموعه التوصيات مجموعه المقترحات اذا مش غنبقى نستافد تطبيق الذكاء الاصطناعي نشكل امين وشكل مهم جدا في مجال التعليم. شكرا.